هل أنت باشر السعاد واشرق الدار في جية اللي جانا مثل الهدية عبد الله اللي شوفت آخر وامطار نعمة من المعبود وجمل عطية هلت باشر السعاد واشرق الدار في جية اللي جانا مثل الهدية عبد الله اللي شوفت آخر وامطار نعمة من المعبود وجمل عطية مثل الملاك قبل وشاع شعب الأنوار أو مثل القمر عبد الله دوره وضيا له نفرش الوقت الطبيعي والأزهار أو نكتب تعابير البيوت القوية أي نرحب بشوفة في جزلة الأشعار فيه انت باشر والسعادة هنية يا مرحبا واهلين في نور الأنظار عبد الله مولود الفخار والحمية عبد الله اللي طلتها الفلك دار والأرض كلها استبشرات في مجيئي بعد انتظار سنين جانا بلا خبر 12 سنة ولا هي شوية أول فرحنا بالعمر وأحلى الأخبار عبد الله الغالي ولا فيه زيه قرت عيون أبوه روحه والأنظار أبوه راع الطيب كريم السجيه علي السنافي مكرم الضيف والجاه مجلس منصر طيب صبح وعشيه وعمامه أهل الطيب وافينا الأشبار أهل الخصال النادرة الصيرميه الشيوخ عالينا لقدام أفعالهم في المرجلة حتمية يحفظها رب الكون الولي البار الواحد المعبود رب البرية هل أنت باشر السعاد واشرق الدار في جية اللي جانا مثل الهدية عبد الله اللي شوفت آخر وامطار نعمة من المحبود شعب الأنوار أو مثل القمر عبد الله نوره وضيا له نفرش الورد الطبيعي والأزهار أو نكتب تعابير البيوت القوية أي نرحب بشوفة في جزلة الأشعار فيه انت باشر والسعادة هنية يا مرحبا واهلين في نور الأنظار عبد الله مولود الفخار والحمية عبد الله والأرض كلها استبشرات في مجيئي بعد انتظار سنين جانا بلا خبر 12 سنة ولا هي شوية أول فرحنا بالعمر وأحلى الأخبار عبد الله الغالي ولا فيه زيا قرت عيون أبوه روحه والأنظار أبوه راع الطيب كريم وعمامه أهل الطيب وافينا الأشبار أهل الخصال النادرة الصيرمية خواله الشيوخ عالينا لقدام أفعالهم في المرجلة حتمية يحفظها رب الكون الولي البار الواحد المعبود رب البرية تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رنين.